اول ما بتصحى من النوم وتبدا يومك بتبقى بكامل نشاطك، والمود بتاعك بيبقى تمام التمام، والبطاريه بتبقى مشحونه طاقه ايجابيه. لكن بطاريتك ديت ممكن تفضى بسرعه لمجرد ان انت تعرضت لموقف ضايقك او اعصابك، واول ما بطاريتك بتفضى بتقضي بقيه يومك متوتر مش قادر تسيطر على انفعالاتك، لدرجه انك بعد ما بتروح البيت ما بتقدرش تلعب مع عيالك او تقول كلمه حلوه لمراتك او تزور اهلك اخر النهار. وعشان تحافظ على بطاريتك تفضل مشحونه طول اليوم، ابعد عن اي موقف ممكن يوترك او يعصبك. محدش هيتهمك بالجبن لما تتجاهل اللي يستفزوك، ومحدش هيتهمك بالجهل لما تتجنب اي مناقشات بيزنطيه لا تسمن ولا تغني من جوع. بالعكس، انت طبقت الايه الكريمه اللي بتقول والذين هم عن اللغو معرضون. اما لو وقعت الفاس بالراس وتعصبت فعلا، هدي لك 4 كبسولات وعن تجربه هتساعدك كتير انها تحافظ على بطاريتك مليانه وما تفضاش بسرعه. الكبسوله الاولى انك تسكت وما تكملش كلام وسيب المكان وامشي. التصرف ده هيمنع اي مشكله كانت ممكن تحصل وهيلحقك قبل ما توصل لنقطه اللا عوده. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا غضب احدكم فليسكت. الكبسوله الثانيه انك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الانسان وقت الغضب بيبقى في اضعف حالاته، والشيطان ساعتها هيقدر يتحكم في الانسان زي العروسه الماريونيت. الكبسوله الثالثه هو انك تغير وضع جسمك الى حاله السكون والاسترخاء، لان في علاقه قويه ما بين وضعنا الجسدي وحالتنا النفسيه. مفيش حد بيغضب وهو مستلقي، ومحدش بيتوتر وهو حاطط رجل على رجل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. الكبسوله الرابعه، تصنع الابتسامه وارسمها على وشك. دي هتديلك قوه فوق قوتك وهتخليك تاخد الموقف بروح رياضيه. هتقولي ان الكبسولات ديت نفعت معاك، لكن مش هتنفع معايا. لكن الحقيقه الغضب ديت حاله مكتسبه وليست وراثيه، وسهل جدا انك تسيطر عليها بالتدريب. واختم كلامي بقول النبي عليه الصلاه والسلام قال انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. اشوفكم على خير، فامان الله.